رسالة للجندي القتل ياسر بهذه الهمجية وبهذه الوحشية. نتمنى أنه إحنا الفقد اللي إحنا عشناه والألم والغصة اللي في قلوبنا أنه يعيشها هو ومن أعطى الأمر لقتل ياسر. بعد مرور عام من ذكرى مسيرة العودة وذكرى استشهاد ياسر في الجمعة الثانية من مسيرة العودة، إحنا ما زلنا نتذكر ياسر في كل لحظة، في كل محطة، في كل مناسبة، في كل قاعدة فطور، في كل قاعدة غدا. كان هو بعد وفاة الوالد كان الأب والأخ والناصح والقدوة، كان هو الأب الثاني. على صعيد العمل الصحفي، احنا في مجال العمل الصحفي ما زلنا نتذكر ياسر، نفتقد لما ننزل نلبس السترة الصحفية والخوذة اللي لبسها آخر ساعات من قبل استشهاده، وكان بيننا آخر مكالمة كلمها معايا وسأل على اللي هي الشهيدة رزان النجار، فبقول لي هي